هذا الفوز هو شرف كبير لكلية الحقوق بجامعة دمشق، لأنه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الكلية، وقدرت رغم الظروف ورغم يعني الصعوبات أن يحصل طلابنا على المركز الأول بعد المنافسة مع 7 دول عربية، وأثبت طلابنا السوريين أنهم على قدر المسؤولية وبأنهم متميزين في مجال العلم وفي مجال البحث العلمي. قدروا طلابنا الحقيقة أنه يبيضوا الوش، أنه يفوزوا بمسابقة على مستوى إقليمي كبير. هذا نجاح قد يكون لنا جهد فيه نحن كلية الحقوق، لكن الجهد الأكبر هو الحقيقة لطلابنا، هني بيستحقوا هذا الشيء، هني أثبتوا عن جدارتهم وهني فعلا المستقبل أمامهم، وشكر كثير لجديتهم. بهنئ سوريا وجامعة دمشق ووزارة التعليم العالي وكلية الحقوق بالذات لحصولهم على هذه المرتبة، طبعا نتيجة جهود كبيرة قاموا بها، فخر لنا جميعا. جامعتنا جامعة قائمة على رأس عملها وتخرج يعني من الطلاب الأوائل، ونحن فخورين جدا جدا اني بمشاركة طلابنا في جامعات أخرى من الدول العربية وحيازتهم على جوائز وتكريمهم. هذا التكريم لأنه هذا التكريم ينعكس إيجابا على جامعة دمشق وإدارة الجامعة وعلى من يقوم بدعم هذه الجامعة التي ما زالت تقوم رغم الظروف التي تحاك ضد سوريا. سوريا الحبيب، فخر أن كمان هن يعني أخذوا المرتبة الأولى، يعني تكرم طلاب الحقوق وأنا طالب حقوق مفتخر يعني بهذا الشيء. أنا بهنيهم على الشيء اللي سووا، يعني كثير يعني شو بدي لك، ساعدوا ورفعوا من اسم الحقوق أكثر وأكثر. جهلهم التحية وشكرهم كثير كثير، لأنه رفعوا راسنا، رفعوا راس كلية الحقوق بدمشق وبكل سوريا. هلا أكيد الشباب اللي طلعوا على مصر وتفوقوا وأخذوا المركز الأول أكيد هن زملاء لأن نحن بنفتخر فيهم، وإن شاء الله نحن أنه بنقدر نتفوق ومثل ما تفوقوا هنين، وهذا إذا دل على شيء بدل أنه رغم الأزمة ورغم الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها بلدنا أنه عنا طلاب قادرين يتفوقوا ويحصلوا على المراتب الأولى. نحن بنفتخر فيهم كتير، هن قدوتنا وبنتمنى لهم دائما السعادة والتوفيق، وإن شاء الله بنشوفهم بأعلى المراكز لسه أكتر وأكتر. رغم الأزمة الحالية عم ناخد مراكز أولى يعني على المستوى الوطن العربي كامل، يعني إن الفخر يعني فيهم لطلاب سوريا أكيد. نفتخر فيهم ومشرف كتير كبير إلنا إنه طلاب من بلدنا من سوريا هن نحازوا على المركز الأول.